الفراق قريب. لا 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 لا، ولا تقلق خالص يا مهدي بيه، أكيد المدام مش متورطة في حاجة، هي بس حظها جه كده، كلها تحقيقات وأمور شكلية وهتخلص. أوكي يا سيادة اللواء، سواء خلصت بعد ساعة بعد سنة مثل ما وعد، تولين مسؤوليتك، راح استلمها منك إيدي بإيد. وأنا عند وعدك. تعقيد أمن دولة يا ناشر. تشربي إيه؟ لا أنا نازلة على طول، ورايا مشوار مصابين الكنيسة، قلت أعد عليكي قبلها. طب جاية ليه لما أنت نازلة على طول؟ مش فاهماكي. وحشتيني، فيها حاجة؟ خريطة معاكي. إيه ده؟ أكيد هوصل لحاجة يا ليلى. أنا مش هسيب أي حد ليه علاقة بالموضوع إلا وهسجله. يا روبا أنا خايفة عليكي. كل سيدي من دول زي ما فاكراه يقربك من الحقيقه، هو في نفس الوقت يقربك من الخطر. عندك حل تاني؟ انت شايفه ان ده حل يعني؟ طب هيوصلك لحاجه؟ يمكن اه ويمكن لا يا ليلى، بس مش عاوزه اجي يوم واقف قدام رضا يقول لي عملتي ايه عشاني؟ يكون عندي حاجه ما عملتهاش. سوري يا ليلى، ما قلتلكيش ميرسي على المقال. ميرسي على المقال؟ هو رضا ده كان اخوك لوحدك ولا ايه؟ ده انا اعرفه قبل ما اعرفك يا بنت. ربنا يخليكي لينا يا رب. انت عارفه ان النهارده عيد ميلاده؟ وعلشان كده قصدت انشره في المعدة، والسنه الجايه ان شاء الله هيبقى معانا ونحتفل بيه وما نكتبش عنه تاني يا ستي. ان شاء الله يا رب. مش هتشربيني حاجه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ مش لسه سألاكي وقلتي لا؟ غيرت رايي. ايه ده؟ لو سمعت صوت أي حد جاي على هنا تبقى طف المدعوقة دي، ما تجيبليش الكلام. حاضر ما تخافش. امسك شوية تلج وحتة قماش، ظبط وشك عشان النيابة. نيابة؟ هو أنت بتصدق؟ وإيه اللي مخليك متأكد كده إنهم مش عايزينك في النيابة؟ بيدوك الأمل عشان يرجعوا ياخدوا منك تاني تيأس ودمار وتعترف باللي هم عايزينه. ده حكايتك إيه بالظبط؟ مش مهم تعرف. معلش يا اشرف يا ابني، تعبك معايا، ما انت وجمال اخوات. يا عم رجاوي الكلام ده، انا وجمال اكتر من الاخوات كمان، في ايه؟ ما عنديش حد غيرك دلوقتي يا ابني، بعد ما اصحاب عمري فاتوني. يا ناس اوام صدقوا اللي بيتقال. ليه؟ ده جمال ده متربى على ايديهم، ما كانتش سنين اللي عشناها سوا، ولا عيش وملح اللي كلناه. خي يا رجاله خي. معلش يا حاج، ما تعرفش ظروف الناس ايه؟ عندك حق يا ابني،
كل واحد دلوقتي بيقول حال الله نفسي. بس طمني الجرايد كتبت عن الحادثه ومحدش جاب سيره جمال، لا حس ولا خبر. وبعدين الاستدعاء اللي جاني من النيابه ده كمان انا مش فاهم معناه ايه. هو لسه مفيش تصريحات طلعت لا من امن الدوله ولا النيابه، والاستدعاء اللي جه لحضرتك ده حاجه عاديه جدا. انا هلغي كل القواضي اللي عندي واجي احضر مع حضرتك ان شاء الله، ولو اني عارف بتوع امن الدوله دول ممكن يغلسوا ويخلوني ما احضرش مع حضرتك. لا يا ابني ما تعطلش شغلك انت. بس انا حاسس تطمني الجرايد اللي ما كتبتش دي خير ولا ايه؟ والله حاج دول بالكتير قوي لحد دلوقتي. يعني الفضائح هتبدا من بكره. لا حول ولا قوة الا بالله. جيب العواب سليم يا رب. معلش يا حاج، ايه ده؟ اكيد جمال ملوش دعوه بالقصه دي. على العموم انا قدمت طلب للدفاع عنه وجبت صوره من التحقيقات اللي تمت لغايه دلوقتي، وان شاء الله خير. خير يا ابني ان شاء الله خير. وعلي ما اتصرفش ليه؟ هو مش صاحبه برضه. ده حتى ما جانيش ولا اتكلمني في التليفون. وعلي تلاقيه مسافر ولا حاجه، ولا ما يعرفش اصلا بالقصه. المهم طمني، سليم عامل ايه؟ كويس يا ابني الحمد لله. انا سايب اسماء عنده وهروح دلوقتي علشان اجيبهم على طول. شاهل النبي اصلا الله يخليك. لا حاج خليك، انا هروح اجيبه. طب يا ابني كتر خيرك. يا ابونا اللي راحوا دول مش بس ولاد الكنيسه، دول مصريين دمهم غالي علينا كلنا، ونيابتك لازم تساعدني. يا بناتي صدقيني انا مقدر كلامك جدا، لكن الامن اخذ كل سيديهات كاميرات المراقبه اللي سجلت الحادث، اللي بره واللي جوه. طب ما فيش تسجيلات غيرها؟ او ممكن حد من الموجودين صور بموبايله مثلا؟ يا ابونا لو قادرين يوصل للحقيقه وما ساعدناش بعض على كده هيبقى دمهم في رقبه كل واحد فينا. شوف يا بنتي انا مستشعر صدق نيتك، والفلاشه دي يا بنتي عليها تسجيل صوره واحد من ولادنا من داخل القاعه لحظة الانفجار طبعا، ودي كل اللي عندي. وسيد المسيح بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. ولو نيتك إظهار الحقيقة فعلا يبقى الرب هيساعدك، أما لو نيتك حاجة تانية تذكري دماء الشهداء. لإظهار الحقيقة يا أبونا تأكد من كده يبقى الرب هيباركك. اللي حصل ده حصل ليه يا علي؟ تفتكر ده سؤال اجاوبك عليه يا جمال؟ خلاص يا سيدي اختار السؤال اللي يعجبك وجاوبني انت عليه لوحدك. بطريقته هو وانت فاهم بيربيك. ابو العزم مش بيربيني، ابو العزم عايز يخلص مني خالص مش كده. مش للدرجه دي. امال لاني درجه علي؟ لاني درجه؟ هترد بيسجلوا لنا؟ مأمن الوضع ما تقلقش. خلاص رد عليا يا علي. طريقة تفكيرك وكلامك معاه هما اللي ادوا له الفرصة ان ده يحصل. وده ما كانش المفروض يحصل. أنا اتبعت علي وأنت عارف كده كويس. أنت غيرت الخطة من ورانا يا جمال. أنا ما غيرتهاش. أنا لغيتها خالص وأنت اللي رجعتها تاني علي مش أنا. ما كانش ينفع تتلغي يا جمال، ما كانش ينفع. أنت ناسي إحنا بنشتغل إيه؟ يبقى خلاص. يبقى أنا هنا في المكان الغلط. أبو العزم بيحطني كبش في ده لحاجة تانية يا علي. تانية إيه وكبش في ده لمين؟ هو أنت جاي تسألني النهاردة ولا جاي عشان تديني إجابات؟ اهدى اهدى وفهمني ايه اللي حصل ليلة القبض عليك. مش هدى، انا لازم اعرف انا هنا ليه ولحد امتى يا علي. رد عليا، ابو العزم بيحط لي كبش في ده لمين؟ يا جمال اقسم لك بالله لو عندي اجابه واحده عن اي سؤال ما كنتش حاسبك في الحيره دي صدقني. يا اخي ده انت عيني اللي بشوف بيها ما ترد عليا. الناس اللي بتحقق دينا وهي معايا على ايه؟ ايه اللي اتحاد ايديهم؟ صورتي ازاي متشافه بره الناس بتقول ايه؟ ابويا يا ابني ما ترد عليا يا اخي، واحنا اصحاب على الفاضي ولا ايه؟ حاضر يا جمال حاضر، بس اهدى واحكي لي. قبل ما احكي لك اي حاجه انا عايز اعرف تولين فين دلوقتي. تولين في الاسم تتعرض على النيابه وبيتجدد لها. تولين لازم ترجع، وترجع لقلقها مش للمهدي يا علي انت فاهم. حاضر، بس اهدى واحكي لي. ليمون çok korkuyorum ben. Gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Bu adam deli. Bana yaklaşan herkesi mahvediyor. Keşke daha fazlasını yapsan. Yapma. Benim ailemi görmeme izin vermiyor biliyor musun? Ailemi görmemi istemiyor.
Ben gerçekten boğuluyorum artık. Dolin, bu kabusu unutacaksın. Sen olmadan ben hiçbir şey unutamam ki. Bir ressamın eli nasıl böyle güçlü olabilir? Resim emek ister. Latte içer misin? Ben yaparım. Yok yok, sen otur. Ben yaparım. Şimdi bu ne? Kurkuma. Hırsız! كنت فاكرهم بيقولوا طلعوا جايين عشاننا. أنا كنت أقدر أخلص عليك وأنت عارف كده كويس، بس خفت عليها. حاجة غريبة فعلا. حاجة غريبة إيه؟ وأنت جاي تستغرب. مين اللي عارف مكان البيت غيرك أنت وهم يا علي؟ أنت أكيد كنت متراقب. وجود البيت دي عندك سهل ووقعك والقبض عليك. قصدك ان المهدي اللي ورا كل ده؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ طب انا هقول لك، ابو العزم بيبيعني عشان خاطر المهدي. انا ولا المهدي يا علي؟ المهدي ده ولا حاجه، ده حته سمسار قد كده وانا اقدر افرمه تحت الارض وانت عارف كده كويس. مين المهم بالنسبه لكم، انا ولا هو؟ انت طبعا يا جمال. مش بالكلام يا علي. طبعا مش بالكلام. وهتشوف انا هعمل ايه قبل ما تعمل اي حاجه. تقولي لازم ترجع لاهلها وفهم صاحبك انه مش انا اللي يعملني كبشه فدا يامن بيه نفسه. انت فاهم معناها انك انت مأمن نفسك يا جمال، علشان كده تقدر تنهيه. انهي بايه بقى وازاي؟ باي حاجه نمسكها عليه. نمسك ايه؟ اللي زيه زيك في ايده حاجه يمسكها على ابو العزم تفتكر؟ اللي قول لي صحيح، هو انا ابويا عامل ايه؟ كويس مش كده؟ سين، هل لاحظت اي سلوك او تصرف غريب طرا على المتهم في الفتره الاخيره؟ غريب ازاي يعني؟ لا ما انت اللي هتقول لنا يا استاذ رجاء. يعني كان بيقابل ناس استغربت علاقته بيهم، كانت بتجيله تليفونات غامضه مثلا. اللي بتتكلم عنه ده يبقى ابني. لكن راجل يعني معقول اساله انت بتكلم مين ولا بتقابل مين ازاي يعني؟ من كلامه معاك في الفتره الاخيره ما لاحظتش عليه اي تغيير في شخصيته؟ لا ما لاحظتش. جمال اترفد ليه من الشرطه؟ رفد؟ جمال ابني ما اترفدش من الشرطه، هو قدم استقالته لانه ما حبش يشارك في حاجه فيها غلط. طب ليه حضرتك ما تقولش انه شارك في حاجات غلط فاترفد؟ لا ما حصلش، ابني عمره بيكذب عليا. وبعدين علي نفسه قال لي الكلام ده. علي زميله؟ ايوه. يعني حضرتك كنت شاكك في الكلام اللي جمال قاله لك فحبيت تتاكد من علي؟ علي وجمال زي الاخوات يا ابني. وبعدين علي قال لي الكلام ده لان هو كمان قدم استقالته مع جمال وفتحوا شركه السياحه سوا. انا لا يمكن اشك في ابني ابدا. استاذ رجاء، جمال اترفد بقرار من المجلس الاعلى للشرطه بتاريخ 12 اكتوبر 2007 وده بسبب استخدامه لعنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه، وللاسف مات على ايدين جمال. ايه يا ابني الكلام ده؟ ده لا يمكن ابدا، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يظهر يا استاذ رجائي انك كنت عايش مع حد ما تعرفوش. ما تعرفوش يعني ايه يا ابني؟ انتوا ليه مصرين ان انتوا تظلموه كل شويه؟ سلوكه العنيف ده سبق واستخدمه معك؟ عينة؟ هيضرب أبوه يعني؟ أبوه ما أظنش، بس ممكن مراته. بص بقى يا بطل، أنا عايز الأكل ده كله يتاكل. حاضر يا جد. حبيب جد أنت. هي مامي جت، مامي جت، تاكلي معايا بقى يا مامي؟ ميرسي يا حبيبي، أكلت بره. ليه يا بنتي؟ ما تيجي ناكل لقمة كلنا سوا. خلاص؟ هي الحياه متعتها بقت في اللقمه السوا دي؟ لا واضح ان انت كلت بره فعلا.
وبعدين ايه اللي انت حاطه للولد ده؟ بتاكله ترشي؟ بيحب امنعه عنه؟ اه طبعا يتمنع منه. انا قلت 100 مره ابني انا بس المسؤول عن اكله مش حد تاني. لما تفضي انت باكليه. انما ازاي سيدة المجتمع قاعده ليه النهار في النادي؟ هتجيب وقت لابنها وبيتها منين؟ بيت؟ هو انت بتسمي ده بيت؟ ده الواحد بيبقى قرفان وهو داخل الشارع من اوله. روح يا حبيبي شوف البيوت اللي بجد، شوف الفيلل والشقق، ناس عايشه بحق وحقيقي مش مدفونين بالحياه. بص يا فريال، انا كان ممكن اعيش في انضف بيت في مصر، بس لما يكون معايا واحده تستاهل تعيش فيه. يا ولاد عيب مش كده؟ لا كده. ما تروح لحبيبي تجيب اللي تستاهل تعيش معاك انت وابوك. ابوك؟ ده حصلت ابوه كمان. مش انت اللي مخليه عايش معاك هنا في القرف ده؟ الله يسامحك يا بنتي. يلا يا سليم يا ابني، يلا نخش جوه، يلا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انا ابويا ما يدلوش كده وما ينفعش اكلميه كده اصلا. سيب شعري. الكلام يتسمع. لو قلع الجزمه وادالك بيها توطي على رجله وبسهاله. والاخر مره بقولها لك، صوتك معلش في البيت ده. اقسم بالله لو حصل تاني هتشوفي مني معامله ما شفتهاش في حياتك. هحبسك انفرادي واحط لك اكلك زي الكلاب بره في طبق. لما انت راجل قوي كده وبتضربني، ما تخلي عندك دم وتطلقني. لما انا هطلقك فعلا، بس بعد ما تعلمي الادب، عشان اخدك بعدها يعرف ان انا ربيت صح. دي المرة الوحيدة اللي صوتهم عالي فيها. أنا كنت في أوضتي وسمعتهم. لا حضرتك تقصد دي المرة اللي أنت حضرتها. أكيد كان في غيرها كتير. أغفر الله العظيم. جمال ابني ما هواش بلطجي، ولا هو من النوع اللي بيمد إيده على الستات عمال على بطال. هي اللي ما كانتش راضية بعشتها. مش عشان اتاخد ظلم المرة دي، هتلزقوا فيه كل العبر. حرام يا ابني، حرام. صباح الخير. ده رقم المحضر ودي شهادات بتقول ان اسمه مش موجود في اي مستشفى. بس ده التواريخ من اسبوعين فاتوا. وانا حضرتهم على حسب الميعاد اللي كان المفروض اقابل حضرتك فيه. بس للاسف بقى حضرتك كنت مشغول. انا طبعا بتاسف لك جدا، بس يعني كان عندي ظروف اضطرتني ان احنا نأجل الميعاد. خير ان شاء الله. قولي لي انت سالتي في مشروع؟ سالت وقالوا لي انه ما جالهمش حد بالمواصفات دي ولا بالاسم ده. بس في نفس الوقت رفضوا يدوني شهاده تاكد على الكلام ده. انت عارفه المشكله بس ان هي تكون حادثه سرقه عاديه، اتاخدت فيها محفظته واوراقه وتعرض فيها للضرب، وده ادى لتشويه في الملعب. استاذ اشرف، انا اخويا عايش والموضوع له علاقه بامن الدوله. أنا بفكر معاكي في كل الاحتمالات. أنت ما تعرفش رضا أخويا بالنسبة لي إيه؟ ده كل حاجة ليا في الدنيا دي، ما أقدرش أتصور حياتي من غيره. عشان كده من فضلك أنا عاوزاك تعتبر القضية دي أهم قضية عندك، وأنا تحت أمرك في أي أتعاب. أتعاب إيه بس؟ أنتِ من ساعة ما جيتي لي هنا خلاص، القضية دي بقت بتاعتي. من فضلك اتأكدي من الكلام ده. أنا سمعت الكلام ده قبل كده كتير. ومن النهاردة مش هتسمعيه تاني. وبعدين يا ستي اعتبريني مكان رضا أخوكي لحد ما نلاقيه إن شاء الله، مع إني طبعًا متأكد إن مفيش حد ينفع ياخد مكانه عندك. ان شاء الله هنلاقيه. انه في يوم، اكتب التاريخ، الساعة 1 ظهرا تم استكمال التحقيق مع السيدة تولين أوغلو وبحضور الأستاذ شريف حبش المحامي الموكل عنها. سين، ايه طبيعة العلاقة اللي ربطت ما بينك وبين جمال الجبال المتهم الأول؟ هاير 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 هاير. Söyle onlara, beni savunmanız için ben bir avukat talep etmedim. Çünkü ben Rimo'nun suçsuz olduğunu biliyorum ve ben kendimi savunabilirim. Mümkün şey zaten muhalif. Madam Tulin, ana hena maslahat, miş le ayı sebep teni. Bakın, ben kendi yararımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben avukat istemiyorum, kendimi savunabilirim. Çok teşekkür ederim size. Tarif maslahat ecedden ve tarif defa nefse, şükran leyk. Zin bi, ana muttarra sezin dil vakti. بس سيادتك تسمح لي اطلع على التحقيق بعد سيادتك ما تخلصه. طبعا. بعد اذنك. هيا مدام تولين،
ايه طبيعه علاقتك بالمتهم جمال الجبالي؟ Bakın bunu daha önce size söyledim. Rimo'nun hayatı tehlikedeydi ve ben ona yardım etmek istedim ve evet onun kaçmasına yardımcı oldum. زين بي مستشفى المبرة اتصلوا وبيقولوا ان احنا نقدر نستجوب بالشغل. اوكي جهز لنا عربية. جاي يا فندم. هيا مدام تولين انا سامعك اتفضلي كملي. الشاي يا اختي. هتفضلي قلبة بوزك كده؟ كل ده عشان اتجوزت؟ انا برضه يزعلني جوازك؟ ده انا امك يا هبل. يعني اكتر واحده تفرح لك اكتر من روحك كمان. بس تعرف من بره، اعرف من بره يا فريال والناس تاكل وشي. ما ملعون ابو الناس، هما كانوا عملوا لنا ايه الناس يعني؟ وبعدين هما وراهم حاجه غير التلسين على بعض. وانا قلت لك هغيب عنك شهر ودعت لي. ودعت لك والخير اهو حصل وهينوبك منه زي ما انت عايزه ولحد ما تقول يا بس. اما نشوف. دي جوازه اللي ربنا كرمني بيها بعد جوازتي السودة من الارهابي الممسوك. ارهابي؟ يا نهار اسود، جمال ارهابي؟ امال انت فاكره ايه؟ خلينا فيكي دلوقتي. ايه؟ هتاخديني اعيش معاكي؟ لا طبعا. اذا كان مش عارفه اخد ابني يعيش معايا. ابنك؟ ده انا نسيت يا اختي ان ليكي ابن. الا قولي لي بالحق، انت هتسيبيه مرمي كده عند حماكي ولا ايه؟ وانا المفروض اعمل ايه يعني؟ ما هو اللي مش عايزني اشوفه. بس هيجي اليوم وهاخده. وهتشوفي. انا لسه ما شفتش حاجه. يوم خلصنا بقى. قلت لك هشيلك من الزباله والحته المعفنه اللي انت عايشه فيها دي. هجيب لك شقه في زايد. زايد؟ مش معنى زايد يعني؟ اه عشان عمك وولاده مش كده؟ ما انا فهماكي. اه كده عشان يعرفوا ان الدنيا دواره وعشان نزل لهم زي ما زلنا. خايفه عليكي من روحك يا فريال. ما تخافيش، انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. يا متر ايه اللي حصل؟ انا ما فهمتش منك حاجه في التليفون خالص. وبعدين انت ليه ما حضرتش معايا التحقيق؟ مدام تولين هي اللي طلبت كده ورئيس النيابه وافقها اللي هي عايزاه. وبعدين؟ والله دي رغبتها، ما اعرفش. انا قعدت المده دي كلها عشان انسخ محضر التحقيق لكن مكنه التصوير عطلانه. عموما انا بكره هبعت حد من المكتب عندي يجيبه. اوكي يا متر بعد اذنك. اتفضل. الو؟ بونجور مهدي بيه. بونجور. طيب تابع وشوف الامور لوين راح توصل. اوعى تخليها تغيب عن عينك. اسمع، في لي صاحب الامن المصري طلبت منه انه يساعدك، بس الحقيقه انا ما بوثق الا فيك. ماشي. بونسوار. البضاعة ما تخرجش من المينا، عطل تصاريحهم. سعادتك دي خسارة علينا احنا، دي بضاعتنا. عارف انها بضاعتنا، اعمل اللي بقولك عليه. تحت امر معاليك. اديك شايف، بخسر روحي بنفسي، بضاعتي مش عايز اخرجها من المينا. عشان يبقى يعجب سخليف وعواجيز الحزب اللي لممهم حواليه، يقول لك قانون احتكار وما احتكرش جاتهم نيلة. يفهموا ايه دول في الاقتصاد ولا في القانون؟ سعادتك مكبر الموضوع قوي ومديله اكبر من حجمه. ما خبيش عليك، عاجبني قوي برودك يا بدير. نفسي اعرف سره ايه؟ سره اني استاذنت سعادتك في يومين ادور لها على مخرج وقانوني، وقد كان يا باشا. شطارة وهبة خليف انه بيسحر لكل اللي حواليه، بيقنعهم ان افكاره ومشاريعه القانونيه للصالح العام وبدون اي دفع شخصي. وبعدين؟ احنا هنفك السحر ده. اسم جديد يغرق السوق، يسحب البساط من الكل. ومننا احنا شخصيا. ومن ورا الناس كلها بتاعنا. قديمة ولا واحد وافق يعمل كده لانهم كلهم خايفين منه. عيب يا كبير، اللي عندي مش خايف ومستعد يدفع كمان عشان يعمل كده.
ومين بقى ان شاء الله البطل ده؟ الله اكبر، ودي كمان محطه فضائيه. والشيخ بقى ناس ده ايه، ما بيهمتش، ده رابع محطه يفتحها. الراجل ده بقى يفتح محطات فضائيه اسرع ما بيفتح علبه التونه. بيتاجر مع الله يا مولانا، كلها محطات دعاء ومشايخ، ربنا يزيد. يزيدوا يا حمار انت، فاهم حاجه؟ ده غسيل اموال، شغل شغل على ميه وسخه. امسك يا شيخ روح، بس اوامك الله يكرمك لحد ما تظبط تاخد بالك. ايه ده؟ ايه العده دي؟ دي عده هتكلم فيها ولا احلف برحمتك؟ هو الموجود ده يا شيخ؟ والمامور بتاعك ده بقى مش ناوي يحن علينا ويفرض لنا على موبايلاتنا؟ ده ساحب مني ايجار اربع عدد وجهازين كمبيوتر، هو في ايه؟ هو الحكومه بيروح يا شيخ نوح. احلى رايك، لا حد في الحكومه ما بيروحش لاصحاب. خد يا ابني قول لهم في الزياره الجايه يبقوا يجيبوا عده تليفون حلوه كده عشان عمك الصلم جاي. تؤمر يا مولانا؟ الامر لله يا ابني، واحنا مالناش بركه الا انت يا شيخنا. متر ما تعملش معاهم الشويتين دول، الله يرضى عليك يا عم. احنا اللي عايزينه مش هو اللي عايزنا. ده انا ما صدقت ان المحامي بتاعه بعت لي مرسال وان الراجل موافق. يا عم زي ما يكون. ايوه زي ما يكون، الاسم ابقى شاركته وخلاص، وزي ما بيقولوا في الامثال من شارك السعيد ايه؟ ايوه من شارك السعيد يسعد. تمام يا متر. ايوه ايوه الله يفتح عليك. ايوه بص هقول لك على هذا، انتوا خلصوا الامور مع بعض وبعد كده ترجعوا لي على الامضاء. الموضوع ده مهم يا متر. ايوه لازم يتم. ماشي ماشي ان شاء الله. الف سلامه يا متر، الف سلامه. الأخبار كلها جديدة، أسماء المقبوضة عليهم لسه متسربة طازة. قولي. اكتب عنك. جمال الجبالي، قاهري، 35 سنة، مش معروف انتمائه لأي تنظيم بإيه. التاني اسمه سيد هلال. بطاقته على اسكندرية بس عايش في القاهرة، في منطقة اسمها صفت. 37 سنة وسلفي. بس كده؟ مفيش معلومات أكتر؟ عناوين، صور، أي حاجة؟ لسه بظبطه، أول ما هتجيلي حاجة أكيد هتحرك على طول. ما تقلقيش يا أستاذة. لازم أقلق. الموضوع ده بتاعي وانت اللي هتظبطه لي. اكيد اكيد. انت امبارح اتعزمت على القهوه بسبب الحلقه مش كده؟ اربع ساعات، اربع ساعات قهوه امن الدوله طبعا بيغلوا القهوه براحتهم، وطعمها في الاخر ما اقولكيش هو زباله. طب معلش يا وليد هعزمك على غيرها. تمام. صعب قوي يا متر اللي انت بتقوله ده، دي قضيه امن دوله. ده كفايه انك عديت من الباب تحت ووصلت لحد مكتبي وقاعد هنا. وانا مقدر ده هتبقى. خلاص لما يترحل النيابه قبله براحته. حاتم باشا انا جاي لسعادتك ومتاكد ان انت لو مش عايزني اقابله انا مش هقابله، بس يعني الباشا اللي بعتني لسعادتك بالكارت ده اكد عليا ان سعادتك ابو الواجب وهتساعدني. بص يا عم اشرف، الباشا كان مدير امن من اساتذتي، وانا ماليش طار مع اللي اسمه جمال ده، ده شغله وانت فاهم، محضر ولازم يتقفل ويتحول للنيابه. تمام. ما هو اللي مش تمام بقى انه مش عايز يساعدنا نقفله، وهيخلي النيابه تزن على دماغنا وملفه ما كملش لغايه دلوقتي عندي، والاسم اللي داخليه سابق. يعني انا بحقق مع واحد لا فاهم له ولا عارف له غير التهمه اللي جاي فيها. يا باشا امال انا جاي دي؟ انا جاي اوعيه وافهمه خطوره سكوته وانه لازم يتكلم. باشا جمال متورط في القضيه دي انا متاكد. متورط مش متورط لازم يتكلم، فهمه ده كويس. انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. يعني ايه في حاجه اسمها فجر كنيسه؟ طب ازاي يعني يا حبيبتي؟ ما احنا طول عمرنا بنسمع عن اللي فجر واللي ولع وياما بلاوي اكتر من كده. ايوه يا دادا، بس مش جمال.
انت نفسك شفتيه هنا اكتر من مره وعارفاه كويس. جمال البني ادم اللي لا يمكن يأذي حد ولا حتى يجرحه لو حتى بكلمه. ده اول حد بيجي على بالك لما تبقي خايفه ومش مطمنه وتبقي واثقه ومتاكده انه هيريحك ويشيل عنك ويحل لك كل حاجه. يبقى ازاي يتهموه كلام فارغ زي ده؟ منى يا حبيبتي استهدي بالله، مش عايزه اسمع منك الكلام اللي قلتيه ده تاني. ليه؟ هو انا قلت ايه؟ انت ست متجوزه وعلي جوزك لو سامك بتحكي عن جمال ده تاني مش هيرضى طبعا. بلا قرف. انا مقدره ان انتوا اصحاب من زمان بس برضو الاصول حلوه يا منى. بقول لك ايه يا دادا؟ ما تقفليش منك انت كمان. وليه رامي نام؟ ايوه يا حبيبتي، البيبي سيتر بتاعته حضرت له الرضعه، اكلها يا حبه عيني وراح في سبع نومه، وانا اطمنت عليه بنفسي. مساء الخير. مساء النور يا علي بيه. يا سلام، لو كنت جيت بدري شويه كنت شفت رامي ولعبت معاه كمان. بكره نلعب معاه كتير. اخليهم يحضروا لحضرتك العشاء؟ لا لا، انا نازل تاني. عن اذنكم. أشرف وأنكر رجائي بيحاولوا يكلموك من الصبح. إيه؟ ما كلمتش حد فيهم ليه؟ هكلمهم. هتكلمهم؟ أنت بتستهبل يا علي؟ أنت ما سمعتش اللي حصل لجمال ولا إيه؟ إيه؟ هو جمال ده مش صاحبك؟ أنا ليه حاسة إن كل الناس بتحاول تساعده بأي حاجة إلا أنت؟ واقف تتفرج. أنا أصلاً هتجنن من ساعة اللي حصل ومش ساكت. تقدر تقولي عملت له إيه؟ عملت اللي عملته. دي حاجات ما تفهمهاش. ما أفهمهاش؟ آسف. ما كنتش اقصد. بلا تقصد بلا زفت، ما هي مش جديده عليك، ولا فعل ولا كلام. بلا قرف. انا اسف للي حصل، ربنا جعلها اخر الاحزان. مساء الخير يا فندم. أنا زين نصار رئيس النيابة المكلف بالتحقيق في قضية تفجير الكنيسة. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل تفضل. أنا الحقيقة قبل ما أجي رحت المستشفى سألت عليك وحبيت أجي أعزيك بنفسي. المصاب قليل. أنا عرفت باللي حصل لك ربنا يصبره. وبعد ما عرفت ده هيفرق في حاجة؟ لا اكيد مش هيفرق، بس كلامك معايا وشهادتك باللي شفته هتوصلنا للحقيقه واللي اكيد هتغير كتير. حقيقه انا اقول لك ايه الحقيقه؟ الحقيقه احنا درجه تانية. اي كلام على هامش وفي التلفزيون الاخوه العباط والشيخ بيبوس البابا، لكن في الشارع بنتضرب بالنار. احنا بني ادمين احنا ولا حاجه تانية. ده يكفي ان يبقى يوم عيدك وتقلب لميتها، ودي مش اول مره ولا تاني ولا عاشر، دي كتير قوي يا باشا. وانت من حكومه وعارف يا ما حققت في اواضي زي دي. حصل ايه بعد ما حققت؟ عرفت الحقيقه؟ ايه يعني؟ انت غيرت حاجه؟ اديك جايب دلوقتي برجليك وبتدور على غيرها، وهتقعد تدور على غيرها لغايه ما تطلع على المعاش، واحنا يكفرونا. باشا احنا من الاخر بنضحك على بعض، والنتيجه في الاخر خراب على الكل. قوم يا جمال، جاي لك زيارة. جمال حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك يا اشرف؟ وضعت الحمد لله. طمني، ابويا وسليم عاملين ايه؟ زي الفل. انا خرجت سليم من المستشفى وبقى تمام. طب الحمد لله. الحمد لله. خد انا جبت لك دي. ماشي. لوني صحيح، هو انت عارف توصل هنا ازاي؟ جرى يا عم انت، وانا مش محامي ولا ايه؟ لا محامي. بدل ما انا محامي يبقى فاهمني بقى في ايه؟ يا اشرف، تفتكر في العشر دقايق اللي سمحوا لك بيهم عشان تشوفني هعرف احكي لك موضوع زي ده؟ جمال انت لازم تديني اي مفتاح. انا قريت التحقيق بتاع اللي اسمها تولين دي. مين تولين؟ وليه بتقول عليه كريمون؟ وايه موضوع الشغل بتاعك مع جوزك؟ يا اشرف يا اشرف صدقني،
كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي لازمه. الموضوع كبير وصعب يتحكي، وحتى لو حكيته مش هيتفهم. يا جمال لازم افهم، انا المحامي بتاعك. انا مش محتاج محامي، ما تزعلش مني، بس الموضوع كبير، الموضوع اكبر منك ومن اي حد. مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اقف جنبك واساعدك غصب عنك. يمكن يمكن احتاجك، ويمكن ما يحصلش خالص. يعني ايه؟ يعني زي ما كل ده حصل في ثانيه، ممكن كله يهدى تاني وكأنه ما حصلش. انا مش فاهم حاجه. وانا ما كدبتش عليك في حاجه. صعب يا اشرف، صعب. جمال خلي بالك من نفسك. ما تيجي يا حواجه تشرفينا هنا. ايه ده، هي مش مالينا عينيها ولا ايه؟ في ايه؟ ما تيجي يا بياضه. طب والنبي لو اوريك يا حبيبتي عشان انت مش راضيه تيجي. تعالي يا ماما. Welcome to Lean. We are really sorry about these animals. It's their only way of welcoming their guests. I am Al Miri, Gemal's friend. I mean, Rimon. He is okay, and he wants to be sure that you are doing well. I know about your relationship with Gemal. He told me everything, and I know you are facing a lot, especially with your husband, Al Mahdi. What do you want me to do? To Lean, Gemal is in a major trouble. And he won't be able to get out of it without our support. He refused to talk. He doesn't want you to get involved. In fact, you were in his apartment that night. How can I help? We need to know who trapped him in this. You have to tell me in details what happened there before he returned to Egypt. Do you understand me? Yes, yes, I understand. To Lean, Gemal is a brother to me. We share secrets. He promised you to get you back to your country. And I will help you. You have my word, but you have to help me as well. It's so simple. Just keep your mouth shut in front of the investigator. Trust me. One word, and you're dead. محدش بيلاقي راحة.
ربنا فرج قريب، ربنا فرج قريب.